أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى. بعيد عن كل الأحداث السياسية واجتماع القمة العربية النهاردة والأحداث الاقتصادية وما ينجم منها وما ينبسط منها وما يحيط بها، كل الأخبار اللي احنا بنسمعها طول اليوم وكل الأخبار اللي احنا بنتابعها على السوشيال ميديا، كل الأخبار اللي انتوا عارفينها اللي بتشوفوها هنا أو هنا أو هنا، عايز أتكلم معاكم في موضوع بقالي يومين بفكر فيه وشاغل تفكيري بشكل درجة ان امبارح يعني وقت طويل قعدت افكر فيه. نفكر مع بعض، بتحاور معاكم مش فقط ان انا انقل رايي، ممكن اي حد من حضراتكم يحل لي الفكر اللي انا بفكر يحلها، يقول لي يعني هو ده ليه وازاي، يعني ممكن يكون راي من راي حضراتكم هو ده يكون الراي الصائب. محتاجين ان احنا نتكلم ونتحاور مع بعض. ابعتوا لي ارائكم على صفحتنا، على صفحه مصر احلى، اللي عايز يتصل بينا النهارده ان شاء الله نسمع رايه. الفكرة ببساطة هي هي حاجة، يعني اللي أنا كنت بفكر فيها ممكن تكون حاجة بسيطة جدا ولكن في معناها محتاجة إن احنا نفكر فيها كتير. في جملة كل الناس بتقولها، يعني أنا كل اللي أعرفه وكل اللي بنتكلم معاهم كلنا بنردد نفس الجملة، هي الناس بقت وحشة قوي كده ليه؟ أو الناس بقت وحشة قوي، او ان حد يكلمك يقول لك اصل الناس وحشه قوي. طب هو يعني اللي انا فكرت فيه، اما احنا كلنا بنقول نفس الجمله، اما احنا كلنا بنقول الناس بقت وحشه قوي، طب هما مين الوحش؟ فكروا معايا ويا ريت تفهموا قصدي. يعني اما احنا كلنا بنقول الناس بقت اسلوبها صعب وفظ وكذا وكذا وكذا، طب هما مين؟ ما انت لما انت بتشتكي انت المستاء من التعامل الناس، وانت اللي بتقول ان التاني ده هو اللي فيه العله. طب لما كلنا بنقول، امال مين الوحش او مين اللي فيه العله؟ قعدت افكر كتير، خاصه بقت دايما الحوار بين اي حد تكلمه حوار شكوى. الحوار بينك وبين اي حد بتتكلم معاه في التليفون، بتقابله باي من كان في حوار، اي من كان الحوار، بتكلمه رسائل اي من كان، هو نفس الكلام. وفي ناس سامعيني دلوقتي عارفين ان هم كانوا لسه بيتكلموا معايا امبارح في نفس الكلام. اما قعدت افكر امبارح، قعدت مع نفسي كده وقت طويل افكر في ده، قلت ما هو فعلا صحيح، بقى فعلا بين الناس بقى التعامل فظ، وبقى في نوع من مش عايزه اقول الكره والتباغض او كره الخير لبعضنا البعض، يعني بقيت الناس كده، يعني هو ده فعلا بقى موجود. طب هو ده سببه ايه؟ هو راحت فين؟ يعني فين التواد والتراحم والحب والرحمة والود اللي بين الناس؟ الحاجات القديمة اللي كنا بنسمع عنها وبنشوفها بين أهالينا وبنشوفها بين الجيران وبنشوفها بين الناس، الناس بتسأل على بعض وكذا وكذا. هل الفترة الأخيرة أو الظروف الأخيرة اللي احنا مرينا بيها خلت سلوكيات الناس تتغير؟ هل مثلا الظروف الاقتصادية الصعبة، ارتفاع يعني بقى ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه، والناس بتكاد بتجري على اكل عيشها، واللي بيحاول يوفر مصدر رزق ليه ولاولاده ويوفر حاجات ولاده، خلت الناس بقى خلقها ضيق، خلت الناس بقت مش طايقه تتعامل مع بعض، خلت الناس بقت في لغه المصالح بينهم هي دي اللي حاكمه. ايه اللي غيرنا؟ ايه اللي خلى الناس بقى بينها كده؟ الناس حتى اللي انا بتكلم عن الشريحه، وهي الشريحه الكبيره اللي هي بقت خلاص تعبانه ومش قادره، ما عندهاش طاقه، يعني حتى ما تيجي تكلمها تقول لها معلش ان شاء الله والصبر، هي مش بتسمع بقت، يعني هل هي امتلأت للحد ان هي خلاص ما بقتش شايفه اي حاجه حلوه في حياتها غير ان هي تصحى من النوم شقيانه لحد ما تنام فمش شايفه؟ هل ده سبب؟ انا بسالكم على فكره، يعني انا بتحاور معاكم وبفكر معاكم، وده اللي انا كنت بفكر فيه. هو في ناس تانية على فكرة برضو وسطينا، يعني نهيك بقى على الناس اللي هي بتشتغل وبتعزف الأرض فسادا، يعني اللي هي بترتشي وبتفسد وكذا وكذا، واللي هي بتكره الخير للناس وإن هي تأذي الناس، ودول موجودين وما أكثرهم أيضا فئة كده، إنها ممكن تأذي حد من غير ما يعملوا أي حاجة، مجرد إن الإنسان ده أو الإنسانة دي ماشيين بما يرضي الله، مجرد إن هم ما بيأذوش حد ملوش حد وسيرتهم طيبة فيأذيه، أي من كان الأذى ده بقى باللسان بالعين بالجوارح بالعمل، أي من كان الأذى فدول
دول ناس موجودين هم دول اذى بقى، ده حاجه تانية. مش كده، مش بتكلم على التعامل والسلوكيات بين الناس العاديه، انا بتكلم على في فئه صعبه دي، ودول مش بعيد عن ربنا. كلنا طبعا مش بعيد عن ربنا، يعني هم دول مش بعيد عن ربنا، لان يعني هم دول يعني اشفق عليهم، لان هم يعني ممكن يكون غايب عنهم فكره ان الله يعني ليس بغافل، وان في يوم هتحاسب فيه اذا كان في الدنيا ولا في الاخره، بس في يوم في الاخره هتحاسب فيه. واذا كان ربنا سايب لك ان انت يعني يعني اصعب حاجه ان الله يحيل بين المرء وبين قلبه، خلاص ربنا مش عايزه فيخليه يعصو في الارض فسادا وتكسر ذنوب وكذا وكذا. ما اتفكر وقلت هل مثلا اللي حاصل بين الناس ده او التعب او الشقة او كذا او كذا اللي احنا بنتكلم اللي انا اتكلمت فيه ده اخد من رصيد الموده والرحمه بين الناس بينهم وبين بعض؟ طب هو ليه بقت كلامنا مع بعض كله شكوى؟ ليه بقى الهم هو العنوان الرئيسي؟ ليه بقت اكتر حاجه نبرزها ان احنا بنشتكي وان احنا عندنا هموم، فبقى الكلام العادي اللي بيننا هو ده؟ فتقليك حتى طول ما انت قاعد بتنتقل الطاقه السلبيه بيننا وبين بعض، فبقينا كلنا كده، كلنا عندنا هموم، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا ابتلاءات. ما احنا في دار الدنيا مش في دار الاخره، اللي هي دار الاختبار ودار الابتلاء، وان احنا موجودين في الدنيا علشان نشوف كل اختبار. والابتلاءات دي انواع، ربنا بيبتلي عبده اللي بيحبه، ربنا بيبتلي عبده اللي بيمحصه واللي بيغفر له وكذا وكذا، كلها فيها رحمه. وربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، يعني بيبتلينا في الدنيا، وكل ابتلاء وراه حكمه. انا قعدت افكر كتير، لقيت اسئله كتيره محتاجه ان احنا نرجع فيها للمتخصصين، نرجع فيها لاستشاريين يعني صحه نفسيه وكذا، نتكلم هو ليه بقينا كده، وهل في علاج؟ مش علاج بقى تنظيري كده ان احنا نقعد على الشاشه ويجي دكتور بقى ونقعد نتكلم ويقول المفروض نبقى كذا ومفروض نبقى كذا ومفروض الناس تعمل مع بعض كذا، لا، هل في روشته كده الناس تتعامل بيها مع بعض وتنفذها ازاي؟ فلقيت ده ان هو ده الحل اللي هو الوسط الاجل او الاجل المتوسط، وفي الحل اللي هو طويل المدى، لكن في حل عاجل دايما برجع له. والحل ده يعني لا اخفيكم سرا ان انا دايما بوصله من وانا طفله، يعني دايما بفكر في اي حاجه من وانا طفله كده تلاقيني كنت برجع للحل ده، وهو دي الروشتة العاجله واللي فيها الشفاء، هي الرجوع لله. الرجوع لربنا سبحانه وتعالى، يعني اكثر ما يهمك لو عندك هموم الدنيا، لو عندك كل حاجه، لو انت رجعت لربنا واستعوضت عنده، ويعني قلت يا رب يعني احتسبت ده عندك، اي مشاكل بتقابلها واي مشاكل واذى بتقابله من الناس، ولو احنا فكرت، يعني انا معاكم والله بفكر، يعني انا من الناس اللي بتتاذي، وانا من الناس اللي بعاني، يعني زينا كلنا زي بعض طبعا. يعني فكرت قلت لو انا يعني الواحد بيرجع لربنا وبيحتسب ده عند ربنا ويقول يا رب انا هتعامل معاك في الناس، يعني انت بتعامل ربنا، انت مش شايف الناس، انت بتتعامل مع ربنا فقط، ومن خلال بقى ربنا انت بتتعامل معاه، تتحمل اذى الناس، وكل ما تتحمل بتؤجر. لو انت بتتعامل منك ليه، يعني حد بيتعامل معاك باسلوب صعب، باسلوب فظ، بيحاول ان هو يضايقك، بيتعامل معاه باي شكل او باخر، وانت عامل بقى بموده وبرحمه وكذا وكذا، لو انت عايز تتعامل معاه لازم تتعامل معاه زي ما بيعاملك، ده بمنطقنا احنا، يعني هو بيعملني كده لازم اعامله كده، ولازم هو اخد حقي لازم اخد حقي، يعني اخد حقي منه. ولكن لو انت فكرت مش هتقدر تتعامل معاه غير كده الا لو انت تعاملت مع ربنا سبحانه وتعالى فيه، يعني تتحمل اذاه، وتتحمل ان مهما كان فيها غصه، يعني تحمل اذى البشر فيه غصه رهيبه، يعني صعبه جدا انت تحمل، يعني مثلا حد زي ما احنا دايما بنقول صله الرحم، لو انت بتتعامل مع حد من اهلك ومن قرايبك، وربنا قطع الارحام من الكبائر، فلما انت تتحمل ده عشان خاطر ربنا، شوف بيبقى يعني جزاءها قد ايه عند ربنا، وهي صله من صله الرحمن، يعني صله الرحم دي من صله الرحمن، فمن قطعها بيقطع يعني والعياذ بالله. فانت بتتحمل اذى مثلا بعض القرايب علشان انت بتصل ربنا سبحانه وتعالى، فبيبقى فيها غصه، ما بالك بقى بتتحمل ده مع الغريب، الانسان اللي هو بتتعامل معاه في جارك بشغل في كذا في كذا، بتتحمل ده وتقول يا رب احتسبت ده عندك، تتحمل غصه التعامل. ولكن هل في الاخر هتحس بايه؟ انا على يقين، وانا جربتها كتير، ان انت اللي بتحس براحه مش هو، وانت اللي بتؤجر مش هو،
وتعاملك مع ربنا، انت تصلح ما بينك وبين الله، هو ده اللي هيخليك بعد كده تتحمل وتعيش، وتعيش في سلام، السلام النفسي، من جواك رضا، من جواك حاسس ان انت راضي ومرتاح وتقل الهموم. وفي حاجة تانية، هل ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله يا رب، يعني مش هقولها، مش عايز اقولها، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، ربنا مش ظالم. اكيد كلنا عندنا النعم وعندنا الابتلاء، يعني وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في عندنا نعم كتير جدا، ليه مش بنشوفها؟ ليه بطلنا نشوفها؟ هو هل في كل واحد حياته ابتلاءات فقط؟ ازاي يعني؟ ده هو يعني قانون الكون وناموس الكون ان في ده وفي ده، وفي الليل وفي النهار، وفي الايجابيات وفي السلبيات، في كل ده وفي ده يعني موجود. احنا ليه بطلنا نشوف غير ده بس؟ ليه بطلنا يبقى التعامل بينا عن الشكوى فقط؟ كلامنا مع بعض شكوى، كل ما واحد يكلم حد، والله اصل انا تعبان، والله اصل انا زهقت من المواصلات، والله الناس بقت وحشه، والله كذا وكذا. لو احنا شفنا النعم، ولو احنا يعني حسينا بان تعاملنا مع الله وان احنا بنتعامل بنفس صافيه مع الناس، وحاولنا بقدر امكاننا بسعينا، ده جهاد النفس، وان انت بتحاول بقدر امكانك ان انت تعامل الناس ولكن تعاملهم في الله عز وجل، اكيد هنبطل نقول الناس بقت وحشه، لان انت هتحس بسلام داخلي، هتحس ان انت بترتقي من الداخل، هتحس ان انت بشيء من النقاء من جواك. يعني ده ما خلصت ليه، يعني على قدر اجتهادي وعلى قدر ما يعني استطيع ان اصل اليه. ويمكن ما نختلفش على ده في كل جميع الاديان، ان هو في الاخر يعني كلها مشرعه من عند المولى عز وجل. فاكيد لو احنا اختلفنا بقى يعني باختلافات يعني الديانة اختلفت، لكن مش هنختلف على المنطق ده، واكيد ما فيش حد هيختلف معايا على المنطق ده. محتاجين ان احنا يعني لا اخفيكم سرا، انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبانه نفسيا من كتر الضغوط، ومن كتر الناس كلها بتتكلم نفس الكلام، كنت حاسه ان انا تعبانه. انا اكيد عندي همومي وعندي ابتلاءاتي، ولكن ان انت ما بتسمعش من الناس، كل اللي داخل لك، كل اللي جاي من بره هو نفس الكلام. تخيل انت هتبقى يعني انت بتقابل ناس كتير قوي قوي، كل الناس بتقول لك نفس الكلام، يعني اكيد حالتك النفسيه هتبقى عامله ازاي؟ اكيد هتبقى صعبه قوي. يعني عايزين نغير، عايزين نخلي حياتنا افضل، عايزين نخليها اصلح، لازم احنا نغير ما بانفسنا. وزي ما بنقول دايما في الايه الكريمه في سوره الرعد، ان الله لا، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا مش هيغير حياتك الا لو انت بدات التغيير ده، الا لو انت بدات تصلح ما بينك وبين الله، تصلح ما بينك وبين الله بانك تصلح بينك وبين الناس، بان انت تعمل حاجه تنفع الناس، بان انت تعمل حاجه يعني اذا كان في حتى مشكله بينك وبين حد، اذا كان انت اللي تبادر، وانت اللي فيها تعب، فيها غصه، فيها مشقه، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس، دول محسنين. يعني لما تقدم غيظك ويكون في نوع من العفو وانت تعبان قوي كده، هو دي اعلى الدرجات. امال هتبلغ الدرجات دي ازاي؟ امال هتحس بالسلام النفسي ازاي؟ امال هتبقى في اعلى الجنان ازاي؟ محتاجين ان احنا نغير ثقافه كلامنا شويه. يمكن ده مش موضوع حلقتنا، ولكن كنت حابه اتكلم معاكوا قوي في ده، لان انا بقيت بصراحه يعني اكيد كلامي مش مختلف على اي حد من اللي بيشوفني دلوقتي، كل الناس بتسمع نفس الكلام بينها وبين بعض، كل الناس تسمع بينها وبين الشكوى. خلي ما حد يكلمك في شكوى ولا حاجه، انت بادر وقول له ان شاء الله خير، ان شاء الله ده ربنا، انت تبادر، خلي الكلام بينا ينتقل بنوع من الرضا، بنوع من ان احنا نظهر لبعض النعم. كل واحد يقول انت عامل ايه، الله الحمد لله انا فضل ونعمه، والله ربنا كرمني بكذا. حتى لو انت مش عايز تقول حاجه، بس قول والله انا ربنا كرمني وصحتي النهارده كويسه وانا النهارده احسن. الكلام الحلو هيجلب حاجه حلوه بينا، هيخلي فيه نوع من الطاقه الايجابيه بينا، هيخلي فيه نوع من المجتمع حاجه بدل ما بتهد فينا، احنا كل يوم بنتهد من الكلام ده. يمكن احنا في برنامجنا بنساعد بدانا كنا بنتكلم على ده، نتكلم مش حكايات اللي هي الناس بقت كذا وكذا، لكن نتكلم على ان احنا عندنا في الكون في مصر في اي حته في ده وفي ده، في سلبيات وفي ايجابيات. وكنا بنتكلم ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعالج ده بده، ان نعالج سلبياتنا ومشاكلنا بالايجابيات اللي بتتعمل، وبنحاول نعرض ده دايما، وبنحاول ننزل يعني ليه كل مشاكلنا بننزل نشوفوها معانا على الشاشه، بتشوفها بعينك، واحنا بننزل نحلها وبنقول ان مفيش مستحيل. قلتها كتير جدا، مفيش مستحيل، احنا بس بنسعى، وربنا سبحانه وتعالى بيكلل خطانا
بالنجاح، مجرد ان انت بتسعى، انت بتعملش اي حاجه، ربنا هو اللي بيقدر، ربنا هو اللي بيرزق، ربنا هو اللي بيوصلك لده. دايما بننادي ويبقى النتائج على ربنا، البلاغ على الله دايما. يعني حتى دايما لما باجي يعني اجي ادخل اي حلقه بقول اللهم بلغ عني، هو ربنا سبحانه وتعالى. انا مهما ممكن انا اقول ومحدش يشوفني، ممكن الكلام يعني تسعى وتعمل وما تلاقيش نتيجه، فربنا سبحانه وتعالى بيشوف صدقك من جوه، انت صادق النيه، انت عايز تعمل ده فعلا، فربنا سبحانه وتعالى بيكلل ده بالنجاح. واحنا النهارده بمناسبه ان احنا بنتكلم عن، احنا دايما بنعرض الاعمال اللي هي فيها ازاي تحول كل مشاكلنا من مشاكل سلبيه لمشاكل صعبه لعدم وجود فرص عمل كذا، بنحولها ازاي بمشروعات تنمويه بمشروعات ايجابيه. واحنا النهارده برضو اخترت ان احنا نعرض على حضراتكم، يمكن ما كانش في دماغي خالص ان انا يعني اربط كلامي يعني اتكلم ان احنا هنعمل ده عشان ده، ولكن دي زي ما قلت لكم كده حاجه كنت بفكر فيها بقالي يومين، ويمكن من ضمن اهدافنا ومن ضمن حملاتنا ان احنا بنحول ده ونقول ان في ده وفي ده. النهارده برضو بنعرض حاجه فعلا من الحاجه اللي احنا نشوفها ممكن توجد لنا طاقه ايجابيه، ومن خلال اي مشروع احنا بنعمله، اي مشروع ايجابي بنحاول نستغله من الداخل ونشوف ازاي نقدر نستغل امكانياته في تحويل كل ما مشاكل عندنا خاصه موجوده في الصعيد. في اسيوط يعني في مشروع حلو قوي اتعمل، قناطر اسيوط الجديده. قناطر اسيوط الجديده هو مشروع بيبعد عن قناطر اسيوط القديمه ب 400 متر، وده من اكبر المشروعات القوميه باسيوط. وجميل قوي ان احنا بيبقى فيه مشروعات قوميه كبيره في الصعيد، في اسيوط، المناطق اللي فعلا محرومه من التنميه، المناطق اللي فعلا ما فيهاش فرص عمل كتير من الناس دي، وخاصه ان كل الوافدين من اذا كان من كل القرى ومن كل المحافظات دي هي لسبب في مشاكل تانيه برضو في موجوده في العاصمه في القاهره والاسكندريه والاماكن دي. طب ما احنا لما نوجد مشروعات هناك هنحل مشاكل كتيره جدا. خلي بالكم حتى الازدحام وكل المشاكل اللي احنا بنعينها من سبب ان ما فيش فرص عمل وما فيش مشروعات تنمويه في الصعيد، فلما يكون في مشروع زي كده فدي حاجه ممتازه جدا، محتاجين ان احنا نشوفها ونشوف ان في فعلا حاجات بتتم، عندنا مشاكل، عندنا فساد، عندنا سلبيات، ولكن ايضا عندنا مشروعات محتاجين ان احنا نشوفها، محتاجين ان احنا نسلط الضوء عليها، ومحتاجين ان احنا نستغلها. يعني المشروع ده هيوفر فرص عمل حوالي 3000 فرصه عمل، ده كويس جدا، وده يعني هيكون المشروعات اللي هتوفر ايضا يعني هتحل مشاكل في الري، توفير كهرباء، هيساهم مشروع القناطر الجديده برضو بتحسين حاله الري والكهرباء زي ما قلنا، وده هيغذي كل بقى اسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحيره، بالاضافه الى محطه لتوليد الطاقه الكهربائيه. ده كلام ممتاز جدا، وده حاجه احنا محتاجينها جدا، وهيحولوا المشروع القناطر القديمه لمزار سياحي. يعني خلينا بقى ننوع، خلينا نشوف طاقة إيجابية، خلينا نشوف ونعرف نستغلها إزاي، ونستغلها الاستخدام الأمثل اللي فعلا ممكن يفيد شبابنا ويفيد الأجيال اللي جاية. تعالوا نشوف مشروع قناطر أسيوط الجديدة ونرجع تاني.